ضيوفنا الكرام، فلنرحب معا بالسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ليلقي كلمته الافتتاحية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، معالي السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، السادة معالي الوزراء، السادة المحافظين، السيد بينو نودولو رئيس مجلس إدارة التحالف الدولي من أجل الشمول المالي، السادة محافظو البنوك المركزية، السيد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السادة الحاضرون شركاء التنمية، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مصر بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي السنوي التاسع للشمول المالي، ويسعدنا أن نستضيف هذا التجمع الهام على أرض شرم الشيخ مدينة السلام ولأول مرة في الشرق الأوسط. كما أود أن أتوجه بالشكر الخاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للموافقة على الاستجابة لدعوة البنك المركزي وتشريفه اليوم، وهو الحضور الذي يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت ممتاز بالنسبة لمشروعاتنا للتنمية المستدامة، وفي مرحلة بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجاً واسعاً لتصحيح الاختلالات الهيكلية في أوضاعنا النقدية والمالية، والتي تمت والحمد لله بنجاح لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي على مستوى الاقتصاد الكلي. وبالرغم من التحديات السابقة، فلقد عملت الدولة والبنك المركزي في نفس الوقت على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر هام، استهدافاً من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتبني الوساطة المالية بمفهوم أشمل وأدوات مختلفة، واقتناعاً بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، كما إنه يعزز الثقة بين السلطات والمجتمع، وهو الأمر الهام من أجل إنجاح وتنفيذ هذه البرامج. ولقد أصبح التوجه إلى تحقيق ذلك مسألة عقيدة داخل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، الذي حقق في الفترة الماضية تغييراً كبيراً في ثقافة العمل المصرفي من الأساليب النمطية السابقة إلى استحداث أفكار ونماذج مختلفة. أرى بوضوح من حجم العمل الذي يجري على أرض الواقع وفي الهياكل التنظيمية لتلك البنوك التي تشهد تغييراً كبيراً، ينبئ بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية لطبقات من المجتمع ما كانت مستهدفة من قبل. وحينما تصل في سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول إلى 9 مليون حساب ومشترك، وعندما يصل أصحاب الحسابات المصرفية في البنوك إلى 34% من إجمالي السكان القابلين لذلك، نستطيع أن نقول إن هناك تغييراً كبيراً يحدث بالفعل، وإن احنا أصبحنا على الطريق الصحيح. ولقد كان تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية أيضاً دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع وإدخال القطاعات الغير رسمية في الاقتصاد الرسمي، وهو الأمل الكبير لمجتمعات كثيرة، ودفعة كبيرة لمستوى التنسيق بين كافة الجهات في الدولة، وهو الأمر اللازم من أجل تحقيق أهداف هذا المجلس. والهدف هو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تحتوي الجميع، بعد أن تعلمنا من دروس الماضي أن الإصلاح يجب أن يصل إلى طبقات المجتمع.
وما يحدث على أرض الواقع من تحول في الفكر المصرفي إلى المشروعات الصغيرة، وما توليه حكومتنا من تسهيلات وبنية تحتية وتنظيمات، بجانب دور البنك المركزي والبنوك في دفعهم لتمويل هذا القطاع وتوفير كل الدعم المادي والإداري من تدريب ومراكز تأهيل وتمويل التجمعات الصناعية وتخفيف أعباء خدمة الدين وتعظيم العائد للبنوك لتشجيعها على ذلك، وذلك بما في ذلك بحوث السوق والمعلومات، وقد بدأنا نرى نتائج ملموسة مما لا شك فيه في هذا الشأن. ولقد أعطت إجراءات تحرير سعر الصرف قوة تنافسية أيضا للصناعة المصرية، وبالتالي بدأ الاقتصاد يستفيد من الإصلاحات التي تمت على مستوى الاقتصاد الكلي. لقد تعلمنا أن التحدي الرئيسي في أي تغيير كبير هو القدرة على إقناع الشركاء بالمهمة، ولكن أيضا اقتناع القيادة السياسية بالتوجهات ودعمها وحثها على الإصلاح ومواجهة الواقع وعدم إنكار المشاكل. وبالتوجهات الجديدة أنا أرى أن جهازنا المصرفي حقيقة قد حقق ذلك في السنوات القليلة الماضية، وتبنى بالفعل مبادئ الشمول المالي ومستمر في تطويرها وتوسيع نطاقها على المستوى القطاعي والإقليمي. ولكن يجب أن أتوقف لحظة هنا، لأن الفترة الماضية كانت فترة تحدي كبير، ولا أعرف إذا كان الجميع من زملائنا في المؤتمر متابعون لها، كانت فترة تحدي كبير، وكان التغيير في السياسة العامة للبنك المركزي شهدت تغييرا لم تشهده منذ سنوات طويلة. وحقيقة وأنا أقر، إن لم يكن هناك دفعا ودعما على أعلى مستوى سياسي في تغيير مفهوم التعامل مع المشاكل والتحديات وتقبل التحديات والتعامل معها برشد وبسياسات رشيدة متطورة، ما كنا اليوم نحقق الاستقرار النقدي الذي حققناه في الفترة الماضية. وهذا درس كبير، وهذا سوف يذكره التاريخ في للبنك المركزي في تاريخه، إنه لأول مرة منذ سنوات يتم تحقيق سياسات واقعية حقيقية جادة وكانت نتائجها ملموسة. وأود أن أعرب عن سعادتي البالغة بالاتفاق الذي تم توقيعه أمس مع المجلس الأعلى للمرأة والبنك المركزي، والذي أتوقع أن يسفر عن نتائج جيدة جدا نظرا لتواجد المجلس الأعلى للمرأة على مستوى الجمهورية في أكثر من 169 موقع في القرى، والتزامنا في البنك المركزي بتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية وتمويلية تتيح للمرأة المصرية فرصة أكبر في حياته أكثر استقرارا وأمانا. وأتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر وخروجه على هذا المستوى الطيب، وأرحب بحضراتكم مرة أخرى في مصر وأدعو لكم بمؤتمر ناجح وطيب. شكرا جزيلا.